واخر خبر معانا في اخبارنا المحليه هذا الصباح من الاهرام، وصندوق تحيا مصر تعميم تجربه الاسمرات للقضاء على العشوائيات والحد من الزحف على الاراضي الزراعيه. قال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر ان شباب كليتي الفنون الجميله والتطبيقيه تطوعوا من اجل تزيين اكشاك وصناديق الكهرباء بالاعمال الفنيه، مشيرا الى انه سيتم عمل مسابقه لتحديد المراكز الثلاثه الاولى لافضل عمل فني لهؤلاء الطلاب. اكد عشماوي خلال كلمته ايضا في احتفاليه محافظه القاهره امس الثلاثاء بحي الاسمرات لتوزيع 500 شنطه على الاطفال بحضور احمد تيمور القائم باعمال محافظه القاهره وعدد من قيادات المحافظة، أن تجربة الأسمرات سوف تعمم على مستوى الجمهورية للقضاء على العشوائيات والحد من المباني العشوائية والزحف على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا جاهدا لتوظيف إمكانيات الصندوق لخدمة الأكثر احتياجا والمشروعات القومية لخدمة أهالي العشوائيات، طبعا لتوفير مسكن وتعليم وصحة إلى آخره. مشاهدينا هنشوف مع بعض دلوقتي تفاصيل احتفالية محافظة القاهرة بحي الأسمرات لتوزيع 500 شنطة مدارس على الأطفال من خلال التقرير التالي ونجعلكم حالا، خليكم معنا. المبادرة ببساطة جدا ان احنا اولا انتهينا من مشروعات البناء في المرحلة الاولى والثانية، انتهينا مرحلية من التسكين، الحمد لله العام الدراسي هيبدأ فيه بعد اجازة الاعياد باذن الله، وبنقول لكم كلكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا بنحتفل بابنائنا اللي هيدخلوا المدارس الجديدة بتاعتهم، مش بس الحكومة او الدولة مش بس وفرت سكن، وفرت ملاعب، وفرت مدارس على اعلى مستوى، فده احتفالية بدء أول عام دراسي يبدأ في مدينة تحيا مصر الأسمرات. فأنت يمكن شايفة السعادة على وشوش الأطفال، الهدايا اللي جات لهم النهارده هي هدايا رمزية، إنما يكفي إنهم يشعروا إن الدولة كلها بكافة أجهزتها جاية تقول لهم كل سنة وهم طيبين، بتتمنى لهم مستقبل إن شاء الله، ده المستقبل اللي إحنا بنراهن عليه. النهارده كان لازم يبدأ العام الدراسي هنا، ودي كانت من ضمن أولوياتنا، إن يبدأ العام الدراسي هنا عشان أولادنا وأحفادنا اللي تواجدوا في هذه المنطقه يبتدوا بقى يعيشوا حياه جديده، يبتدي يعيش في مجتمع يبتدي يفكر فيه ويبدع فيه، ما يشعرش ان هو اقل من زميله في اي مكان تاني. فبالتالي كان لازم يحصل نوع من التطوير، وبمناسبه انا متفق مع اكثر من نادي روتري المعادي ونادي التحرير واتفقت معاهم هتبدا دورات محو اميه لامهات الاطفال دول هنا بقى، لان ده مطلوب جدا 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 ان امهاتهم النهارده والاولياء الامور يبقوا في مرحله الرقي بمستواهم العلمي والثقافي عشان يقدروا يتعاملوا مع اولادهم بما يليق بالمكان، ويبقى في نوع من الابداع اللي عند اولادنا. فالمنظومه لازم تبقى متكامله. طبعا هنا العيشه والدنيا والايجار والعيشه هنا، فهنا بيخصصوا لنا حاجات، يعني اللهم صل على النبي، حمل من علينا، فاللهم صل على النبي برضو بيساعدونا في حاجات، اللي هي شنط المدارس طبعا، شنطه بكام بره؟ 130 140 150 عشان اجيب اثنين او ثلاثه، ما انا شغلي كله بكام؟ هي العيشه كده. كل مبسوطه قد ايه؟ اكتر ما فيا فرحانه، مبسوطه ان انا ابقى هنا في المدارس اللي هنا. دخلت ثالثه ابتدائي، طلع رابعه، انا رايحه صف ثاني اعدادي، انا رايح خمسه. طب قول لي الشنطه دي اصلا فيها ايه؟ فيها كتب، قصدي فيها كراريس واقلام، تي شيرت وبنطلون وكاوتش وبس وكراريس، وفيها تيشيرت وفيها قلم وفيها يعني كل حاجه.